يسر شركة فلفل فون أن تقدم لعشاق السيرة الهلالية عن قصة أبو زيد الهلالي وأولاد أخته يحيى ومرعي ويونس لروضة غرب تونس للشاعر علي جرمون في الجزء الثاني من السيرة الهلالية مع تحيات شركة فلفل فون 47 شارع كولوت بي تليفون 916-09. أنا صعب عليا أشوف بختي ولا طولش صعب عليا أشوف بختي ولا طولش فتلت حبل الوداد قصر ولا طلش يا متنا دمع اللي حب ولا طلش في ناس تبلغ أمل عندي العمل والطول في ناس بتبلغ أمل عندي العمل والطول وناس بتجري من الشمس للمغرب شمعن ليلة الأسيه شرحها بيطول ودلالة الفرح يطلع شمسها مغرب يا عبدي خليك مع الله ولا تندم على اللي راح يا عبدي خليك مع الله اوعى تندم على اللي راح انت اصفي ضميرك يعني اخلص ضميرك مع المولى الكريم ترتاح لو طرت بجناح غير المكتوب ولا Yeah.
بختي من زارة شرب وطالة، بختي من زارة شرب وطالة، كتب الزيارة وشهد محمد. املى القناني من نهر داري، املى القناني من نهر داري، وكل عيني لها مداوي، ولا يداويني إلا محمد. بعد المديح صلوا على النبي الزين، محمد أتانا بالبشاير، ودال القول إلى الفارقين، وعرب اسم الهلال للا. ما شوف يونس أبدا يقول، يونس قال له سافر يا خالي، عشنا تخبز قدام، كان الصفا تعدي مش هنوصله بحبال، كانت خضرة قاسي تخضر في الصوار، مصار الأمر أبو زيد والتلاتة ولا السرحان، ما بعد عشا الليالي أتى على مدينة، أتى على مدينة، مزغرف في البنيان، أبو زيد لف اليم، أبو زيد لف المدينة يمين وعود شمال،
يلقى راجل فقير رد الفقرة وتعبان، ما يلقى راجل فقير عالبير راكب سبال، يعدد على الليالي عالدنيا وضليات. الراجل يبكي نوح يبكي نوح، شوف على ملت الزمان يقول انا الكواتن الدنيا بتقلع على النار. ابدا ابو زاد يقول له سلام، يقول له ابو زاد يقول له يا راجل بتبكي ليه، يا راجل بتبكي ليه، دمعك على خدك سال. ما اسمع لك يا عمي انت يا فقر يا تعبان، فش مطرح ده في المدينة البيت الليلة دي، وبكرة نعزم قدام. ما أقدر الرجل يقول قال يا ضيوف يا مرحبا بكم بدل الليلة عشرتي. راد الرحب بهم طبعا، راد الفقرة والتعبان، ما معهوش إلا فضل المولى. لما أبو زيد قال له فيش مطرح في المدينة إن بيت الليلة دي، وبكرة نعزمه قدام. شوف الكرم بتاع الراد، العمر الكريم ما يضام. قال يا ضيوف يا مرحبا بيكم، دي توزن تدور مزاد الهنا بيكم بدل الليل عشر ايام. يلا ورايا عالبيت عالساحة وبعمدان، تعالوا يا ضيوف المولد في بيت لنا جسلك فدان. خدهم الرجل عالبيت عالساحة وبعمدان، ما يلقوا الساحة حلوة حلوة صلاة النبي، ما يلقوا الساحة حلوة أم زغرفة في البنيان. بنا حلو كويس بس مهترة في الأيام. أبو زيد نظر في الساحة يلقى الزبط كمان كمان. أبدا يونس يقول له قال يا خال يا خال اطلع بيني نلقوا الندوة نعمران. الساحة دي يا تعباني باين عليها ما فيهاش فرسان، يا خال اطلع بيني نلقوا الندوة نعمران. ما أبدا أبو زيد يقول له يا واد عيب علينا فضيحة وقلة مقدار، الراد الرحب بيني
جبر الخواطر حلال أدن بيت الليلة دي لكن بكرة نعزمه جدا قال له يا خال اطلع بيني نلقوا الندوة نعمرات قال له عيب وفضيحة يا واد قلة مقدار الرادي الرحب بيني جبر الخواطر حلال ان بيت الليلة دي وبكرة نعزمه قدام ليلة من الليالي أهل لا من الأيام يا ود نخل بخاتي يا يونس نخل بخاتي ارمي في اليمين عقال ما تقلق شي يا ود يا يونس ما تلقى لك السوق أبو زيد قال له ما تقلقش يا يونس ولا تستعكر يا ابني بالرجال الراد رحب بيني لأنه فقرة وتعبان إن بات الليلة دي وبكرة نعزم قدام وهي ليلة من الليالي يا يونس نخل بخاتي وارمي في اليمين عقال بحملك امشي آتي لما يديك فرج الرحمن طبعا الراد اللي ضافوه دي يستم ياسين اسمه ياسين ومعاه مراته يعني حرمه اسمها زبيدي اسمها زبيدي وهو اسمه ياسين صلوا على النبي هنا يسير ركب على القصر لفوق ركب القصر العالي طبعا وصل مراته هيعرفها لانه ضيوف المولى اتوا في الساحل ركب القصر العالي تعالي يا عدي يا زبيدي احكي لك باللي صار قاعد برا الساحي أعدد على الأيام ما أتوا أربع ضيوف يحسبوا القعدة مرتاحة يحسبونا زي زمان ما أتوا برا الساحل ما دول أربع ضيوف يحسبوا القعدة مرتاح يحسبونا زي زمان ما قالوا اسمع يا عمي مطرح ده في المدينة البيت الليلة دي يا أبوكو
بقعتوا داخل الساحي ما خشوا على الدوار. انا عزمي قاعد في الكرم بتاع زمان، ما جيت بهم عالبيت عالساحة وبعمدان. تلاتة بيد شوية قادر ربع اسمر بمكان. تلاتة بيد شوية قادر ربع اسمر بمكان، ركبن أربع بكور يغلب نسوم الهواء إذا طار. لابسن عجلة الحرير قادي الدوخ سبل القفطار. يا بوي قاتوا داخل الساحة يا عين جسمك ودي رأيك حدا ما معيش. ما رأيك رأيك حدا ما معي إلا فضل الرحمن. حالتنا الله القعود بهن قد المشوار، ما معاي إلا قعود المال اللي بيها قد المشوار. فيش معاي ولا حادي تسطني مع الخطار، لا بن ولا دخان. حالتنا الله القعود بيهن قد المشوار. وروحي هتسكين وروحي هتسكين، انا غد قعود المال اقوم اعشي ضيوفي على محكم الزمان. زبيدة ابدت تقوله يا راجل قولي قولي ايه اللي قتلك انت، قولي اللي قاتي على دول عقلك خربان. ما دول أربع ضيوف أربع لكن ضيوف، ما كيف تذبح قعود المال ما لحمة لكن بلا عيش وما تضيع صلع عربان. أو أروح لك وبيت أبويا لكن من دول العرب شبك. ملحمة لكن بلا عيش متى ضيع صلع عربان. يعني تذبح القعود لأربع تنفار وتقدم اللحمة من غير عيش؟ أبدا يا ياسين، متى ضيع صلع عربان. قال لما الحلك إيه؟ ما معيش إلا القعود. قالت له أروح لك بيت أبوي وأجيب عشرة ضيوف وأديلك في أسرع حال. أبوها اسمه أمين، صلى على النبي. أروح لك بيت أبوي من دول العرب شبعان، أجيب لك عشا ضيوفك وأدي في أسرع حال. ما أقدر رد يقول روحي ما تعوجيش، روحي ما تعوجيش، كلمة واحدة وتعالي قوام على دول ولا تبطيش ولا على المعنى.
احتد ملام يالله عدي يا ولي علي حكم الزمان ما طلعت شوف زبيدك ملفوفة في قطع الشال نظرها لسمر سلامي نظرها ابو زيد سلام عمود هلال ابو زيد يقول بلاوي عشنا وشفنا الايام ما يلي ما كوتو الدنيا ما حاوروا قعده له قدام ولا حد خال من الهم ما حتى الحصى فوق الاراضي اللي فيه ما جح ولا دم لكن مين بالغلب راضي من افهم يبكى معاي وقط بالولاية جزاير دمع عيني بكى وياي روافدني خلف الجزاير طلعت الولية طبعا قصدت بيت ابوها تجيب عشا الخطار وصلت الى ابوها صلوا على النبي زبيدة قالت له يا با يا صباح الخير ما انت يا با ما قالت يا زين يا وش الخير يسلم عليك نسيبك قالت يا صباح الخير معود اشتد الدوار قالت يا بصل العزيز يا بق يا بق يا بصل العزيز انا احكي لك ده باللي صار قاعدين يا بق في الساحي ضيوف المولى اسمر بمكان ما ركب اربع بكر يغلبون سوم الهوى اذا ثار يا با خشب يا با يا خشوا على الساحي
يحسبوا القعدة مرتاح، يحسبونا زي زمان. يا ليل يا ليل سلام الليل. يا با صباح الخير، اهلا يا زينت الدلال، يا زبادة دبتك عزم عودشت ضد واريا. يابا يا صلي على الزين، احكي لك باللي صار. ضيوف المولى اتوني اربع ركب قعدان، يابا خشوا على السحر، يحسبوا القعدة مرتاحة، يحسبونا زي زمان. ما دول أربع ضيوف، مفيش حد معاني تسترنا مع الخطار. لبن ولا دخان حالتنا، الله القعود بهن قد المشوار. ياسين نادم علي، ياسين ناده علي، ما قال هات السكين، انا غد قعود المال. قلت له ده قليلين، ده دول اربع انفار. ملح ملكين بلا عيش، بتقول لابوها؟ قلت له ياسين لحمه بلا عيش مات اصول عربان. اروح لك بيت ابوي من دول العرب شبعان، يابا ادين جيتك انت جيد ولا بخلان. وريني معنى حديثك يا با، وريني معنى السؤال. قالت يا با اديني جيتك، اتعادل في حديثك، وريني معنى السؤال. انت جيد ولا بخلان؟ ابجر رجل يقول ادي البت يقول سؤال. شوف يا عادي يا زبادي، يا زبادي شوفك، اسمعي معنى السؤال. روحي هات ضيوفك، هاتلي ضيوفك يتعشوا في الدوار. قالت يا باعب عليك فضيحة وقلك مقدار، ولا كيف انقل ضيوفك، يا بنا كيف انقل ضيوفي، ما تدي اصول عربان.
وما تديتي معنى معروفي وما تدي عادات الرجال، وانا كيف اشح ضيوفي يا بايل تاني بكان، عيب عليك ما عيب عليك فضيحة وقلة مقدار، ما أقدر أدل يقول أدل بيت يقول سؤال، أو أنا حالي فاد على عيشي ما يتنقل شلتاني بكار. قال انا حالف على عيشي ما يروحش لتاني بكار. طبعا حد هنا زعلت غضبت من ابوها، كيف ابوها اللي هو فيه العشم تطلب منه عشا الخطار يطردها ويقول لي حالف يمين؟ شوف تبكي ويقول ايه واللي عاشق في النبي صلى الله عليه. بكذب بكى الزبادة وقالت أدلي عاد الجرح رايب الحبايب، ومن تالي أنا فضلي غير أبوي ملي يا حبايب يخونك ود ياسين، مد الزهية الأيام كنت تدي يابا في الساحي، القعدة كانت مرتاحي تقول لي عاوزة توضى، تقول لي عاوزة توضى، كنت أدب لك الطشت فضة، أما البريق كنت تيجي يابا في الساحي، ادي القعدة كانت مرتاحي تقول لي عاوزة توضى، اجيب لك الطشت فضة، البريق ذهب مليان، ما تاخده وتمشي يابا يا باي. انت يا ابا نكرت معروف زمان، كانت معايا الليالي وزهيال الدنيا، كان خير كتير برضو يا ابا تعود الليالي، تيدي في الساحة تقول لي عاوز اتوضى اجيب لك الطشت فضة، البريق ذهب مليان، تقول لي يا زبيدي اخد دول اتوضى بين في الساحة اقول لك مع السلامة يا ابا. يا ابا يا بتعود الليالي يا يا بتعود الليالي، هل بتعود الأيام يا بايا تارك مخاين كنش العشم يا خمال؟ أبوها وقف على الحيل، ما نادم على العبيد، خدوها بالكرابين، ما طلعت برا الساحل،
الرساحي شفت نوح على الايام ادي زباده ابدت ما تبكي تقول وعليا حكم الزمان. انا علي حكمت الليالي شوف حكمك يا زمان ما بقيت تبكي تنوح تعدد على الايام يا بين برضك رابط لي يا بين برضك رابط لي ما في خيار عزمي تجيني اشرق اغرب رابط لي كسر خاطري واستجيني يا باي يا باي يا ويلي ليلي سلم علي قالت يا باي من بعدك اروح المين وحياة قطب الولاي احنا يا الحمل على الولاي قالت يا بايا اوعى تفرح بالمال يا با يا با تفرح بالمال ده دنيا غرورة وعكسة ما زي سمك المداور كل زول تعطي له راكسة وساعة السفر لم تشاور دنيا غرورة دنيا عتبة الأساس ما في الأساس هاللي بناهي قليل الدبش تكره الناس عليات المحبة وجاهي طبعا هي تبكي وتنوح على الايام ومرات ابوها متجوز غير امها يعني مرات ابوها تستامي هلبت هل بدي ابوها اسمه صالح وعيالها وهي تبكي اتتها على البيبان يا زبيدة مالك بتبكي يا زبيدة مالك بتبكي جمعك بل الخدان يا هلبت مالك ومالي انت له على هم السالي حكت لك بالجرالي بي تعلم الجيران قالت لها انت احكي لي امانة انت احكي لي حملك عليا تقل ومال احكي لي سبب غلبك يا دلك على الايام قالت لها صلى على الزين نبينا شمعة الإسلام أحكي لك بالجارة واللي حصل وصار ضيوف المولى توني أربع رهب القدار ما أقعد في الساحي ما خشوا على الدوار يحسبوا القعدة مرتاحي يحسبونا زي زمان ما فيش حدا معاني ما تسترنا مع الخطار حلتنا الا القعود وبيهن قد المشوار يا سين ندم عليك ندم عليك ندم عليك
ما قال هات السكين او انا ودي قعود المال. قلت له ده قليل لكن دول اربعة انفار ما لحم لكن بلا عيش ومتى دي اصل عربان. انا روح لك بيت ابوي من دول العرب شبعان. انا رحت لابوي كسفني ابوي كسفني كسفني وقال لي مقامي طلعني اسرة دي طفيان. ادي انا سبب بكايا لكن وانا نوح على الايام. ما عاد سبب بكاي انا بأبكي على الايام. ما رحت لابوي كسفني كسفني وقال لي مقامي اسرادي صباح طفيان. حلبت لها بتقول يا زبيدة ولا تبكيش يا بت ولا تبكيش خلى احتمادك على رفع السما من غير عمدان. يا بت الستر المولي اه يعمل له الانسان. انا الروح لصالح ابويا لكن من دول العرب شباب. حلوة صلاة النبي. طبعا هالبت مرات ابوه حكت لها هيك باللي حصل معاها. قالت لها نروح لصالح ابوي اجيب لك عشا الضيوف انا وانت في اسرع حال. قالت لها انا ما اقدر اروح ابوي كسفني ما عطانيش هيعطيني غريب الدار. قالت لها لا انت تعالي معاي ما تخشيش انت تقفي برا تستنيني حنك الساح يعني قدام الباب توقفي وانا اخش ادب لك عشا الخطار. صلوا على المختار. قالت لها على دول لما يلا بيني قالت لها يا حلوة بيني ولا على المحتد ملاك ما صارهم التنين ودي الله يحاد الغفلان. ما وصلت عند الساحي بتاعت أبوها صالح. هل بس النسوان تعالي لكن يا زبادي ما انت اقفي هنا يا حلوة اقفي هنا استنيني حنك الببان وانا اروح لابوي و
واجب لك عاش الخطر ادي المولى يستر علينا ربنا على عبده ستار قالت لها يا حلوة اقعدي امانة في كل امان هل بتخشت لابوها عالساحة وابو عمدان قالت يا با صباح الخير ما صالح وقف على حلو خاد بيته بالاحضان صالح وقف على حلو شوف الكريم يعمل ايه صالح وقف على حلو ما حسب على الاقدام ما سلم على الصبي خدمة بيته بالاحضان ما مرحب بك يا صبي عاجت مديتي فابو عمدان مصالح ابدا يقول يا هلبت عد يا صبي مرحبا ست النسوان يا بت ما جابتك عزي ما عودشت ضد دوار قالت يا با يا با يا با يا با يا با انا احكي لك من خلك وخليلك يعني مين صاحبك في البلد من خلك وخليلك في سيل البلد تمام قل ما خل الرجل ياسين اللي عليه مال الزمان أنا خل الرجل ياسين لما قالت له بنته مين يابا خلك وصاحبك في عموم البلد طبعا ياسين وصالح اصحاب من زمان قال خل الرجل ياسين اللي مال عليه الزمان شوف عاد الليالي يا بيت حكم الايام البت ابدت تقول يا بصل الزين انا احكي لك باللي صار ما زي ما هو صاحبك انا ومراته اكبر حبال يعني انت زي ما صاحبك هو انا ومراته حبايب واصحاب برضه زي ما هو خلك وصحوه يا بايا من زمان وانا وزبيدة مراته بالله اكبر حبان انا النهارده كنت عندي ليا ساعه من الزمان قضي ضيوف المولى أتول يا بقر بارك في القدر دلوك هلبت بتحكي الحكاية لصالح أبوها الحكتها لها زبيد بتعرف أبوها لأنه صاحبك عنده ضيوف ومحتاج عشاهم ضيوف المولى أتول ما أربارك في القدر
وانا قاعدة يابا معاي اسليها على الايام الا ضيوف المولى اتوهم يابا خشوا الدوار ما شوف صالح ابدا يقول شيخ العرب معنا وكمال ما قال يا بنتي صاحبي لو عاوز كلي ابعت مرسال اسمع اقول لك عاد يا صبي انا صاحبي لو عاوز كلي ابعت مرسال شوف ما هالبت ابدت تقول قالت يا بصدقت لما انا مرسال وبر على الابواب لا 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 قالت يا بايا صدقت لما انا احكي لك باللي صار ادي مرسال ومراته ازبادة ام دلال قوام جابوا زبادي وودوها على الحمام ما لبست من الملابس كل بدلة ولها الوان زبيدة طلع من الحمام خطوة ورا واتنين قدام مع عصبة العصبة محلة محلة الفوطة الزرجة خان ما كن طالقة مسك وطيب بين ليلك مع القمصان ومن شافها المريض يطيب لو كان رجد عيال شوف إزبادة أبدأ تقول قالت كل ديت ملبي يعني مش عاوزة ملابس ولا هدوم هي عاوزة تستتر مع الخطار قالت يا صالح أستر علي يا حبيبي أستر علي يستر عليك الذي لينب عشيل ضيوف المولى وانا الباس خاش الجمال قالت حبيبي اسمع اقول لك يا راجل استر علي على دول عشيل ضيوفي ولبسني خاش الجمال علشان اثبت معروفي برضو هاتج الايام طبعا المعروف ابدا ما يروح خير العاش ابن الحرام صالح وقف على القدمين ما نادم على العبد هتلها كلت نفول ما دول عليك القعدان هتلها خرف اللبالي ما تأتي على الخرفان يا ولدها الصنية ما عايش لكن في الحال هتلها صنية متاني والله قهوة ودخان صالح حط ما يده في جيب عطها من فضل الرحمن يا زبادة خد دولة يلا تقوت على الأيام صالح حط يده في جيب عطها من فضل الرحمن يا زبادة خد دوري وتقوت على الأيام أنا ودي ياسين غلبني ومد الزه
هي الأيام زمان يا بيت كساني كساني وكاسع يا لي أنا موالني سنين وياني إلى اللقاء في الجزء الثالث من السيرة الهلالية.